رغم تأثر الأسواق في إقليم كردستان بارتفاع سعر صرف الدولار أمام الدينار العراقي، إلا أن أسواق بيع العصائر شهدت مؤخراً انتعاشاً خفف عن باعته خسائر الركود في الفترة الماضية. يبدأ شاخوان يومه مبكراً للعمل في شهر رمضان وسط سوق القلعة في مدينة أربيل، ويحذر خلال ساعات الصباح الأولى المئات من عبوات العصائر المصنوعة محلياً على أمل بيعها خلال الساعات التي تسبق موعد الإفطار. في الفترة الماضية تأثر السوق بشكل كبير، ولكن الآن العمل يسير على نحو جيد الحمد لله. نبدأ بتجهيز العصير منذ الصباح بكميات كبيرة ونبيعها للناس عند نزولهم للتسوق اليومي. ويفضل السكان هنا شراء العصائر المحلية عن المستوردة لزهد أثمانها التي تصل إلى 2000 دينار، أي ما يعادل نحو دولار وربع الدولار، وهو مبلغ يناسب مختلف الطبقات إلى حد ما، بالإضافة إلى الوثوق بنظافة العمل على حد قولهم. وبالنسبة للمستورد تحس ما في طعم؟ والله أنا ما أشجع، محلي أحسن يعني. ولا أشتري ولا أجد. ما نشتري أبدا، المحلي بيدنا نحن نعمل ونسوي بيدنا ونظيف. وشهد الوضع الاقتصادي في إقليم كردستان العراق اضطراباً ما زال مستمراً منذ العام الماضي بسبب الوباء الذي اجتاح العالم، بالإضافة إلى الخلافات السياسية مع بغداد، والتي شهدت الانفراج مؤخراً بعد التصويت على الموازنة العامة في البلاد. ويأمل التجار والكسب على حد سواء أن يكون التوافق الأخير حافزاً لتنشيط الوضع الاقتصادي في الإقليم. لزاغروس تيفي، مصطفى سلمان، أربيل.